قاعد امسك الجوال، تعاونيين يقولون نتكلم عن التحكيم، ريداويين يقولون نتكلم عن التحكيم، اتفاقيين يقولون نتكلم عن التحكيم، نصراويين يقولون نتكلم عن التحكيم. عندك المقطع يا نواف؟ عندك؟ طيب قبل ما نروح الفاصل بوريكم حاجة قلتها قبل شهر ونص، وقلت لكم مباراة النصر والشباب انتهت، خلصت، راحت النقاط للشباب وانتهت المباراة، لا النقاط حتسحب ولا حتنعاد المباراة، بس اللي صار كان يستحق وقفة وقفة وقفة. شوفوا الفار فيه مشكلة من أول، كانت سالفة الفار المخرج ما عطى اللقطات الكاميرات، الحين الفار صار في سالفة أغرب شوي، لأن اللقطة يعني مثلا تجي لقطة ويشوفونها كل الكرة الأرضية، كل الكرة الأرضية، والناس يعني تعجبني تعليق واحد يقول هذه أنا أحكم عليها وأنا متكي بالملحق قاعد كذا من أول نظرة، ويجي الحكم ويشوفها وياخذ قرار، هذه واحدة من الثنتين، يا أنه عنده جهل حقيقي في قوانين كرة القدم، أو أن عنده جهل حقيقي في قوانين كرة القدم، ما نبقى شيء ثاني، لأنه غريب مرة غريب، يعني شيء يدعو للعجب. قرار تشوفه قدام عينك، أي واحد يعرف أن هذا القرار، ويطالع فيه الحكم وما يأخذ القرار، وفار مسكت في المباراة على كيف، يعني مثلا مو أفصفص لك الحالة، أفصفص أبو الحالة لين أخلي الحكم يقرر، وأوقات الفار ذا ما يطلع القرار أو ما يطلع الحالة كلها، فأنت ما تدري هي المشكلة في الشباب اللي يحكمون قاعدين يتعلمون على روسنا، ولا المخرجين مو قاعدين يطلعون اللقطات. وبعدين شوفوا التحليل التحكيمي اللي أنا اكتشفته أنه 90% يبغون يحمون الحكم حتى لو كانت القرارات مصلعة زي ما يقولون كذا، نتكلم بالعامية، يبغون يحمون الحكم، يحمون هيبة الحكم، يحمون إدارة التحكيم للعبة. يعني أنا ما أصدق يا أخي واحد يجي لقطة يقول عليها قرار ما هي بلنتي وكل الكرة الأرضية تعرف أنها بلنتي، ولا قرار يقول ما هو بتسلل وكل الكره الارضيه تعرف انه عكس هالكلام. هم يجي بعد كذا واحد، وهذا اللي يعني يستفز الناس اكثر، يخش بعينك ويقول لك لا قرار الحكم صحيح. ابى اوريكم شغله قلتها قبل شهر، ابى اعيدها من باب ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ذيك الايام كان في نادي واحد هو اللي قاعد يقول انا وما ادري مين، صح ولا لا؟ نصر. خلينا نشوف المقطع عندك يا نواف. اي عطنا يا خلنا نشوف شو بيسوي رئيس الاتحاد. يعني انا قاعد اعيد اللي قلته امس، ابى اقوله مره ثانيه، اللي يشتكى للحين نادي واحد، ان تم تسطيح اللي صار امس ترى بعد جولتين ثلاثة حيصيروا أربعة خمسة، ولذلك خذ موقف واضح وصريح باللي صار في مباراة الأمس، أما حماية الحكم إذا مش غلطان ثبت عندك أنه مش غلطان، أحسنت، أو خذ موقف ضد الحكم إذا فعلا غلطان، لأنه أرجع أقول لك هو نادي اللي قاعد يشتكي مرشحين، إذا تم تسطيح الموضوع أنه أخطاء جزء من اللعبة، شوف الأخطاء جزء من اللعبة، بوجود الفار أخطاء مثل كذا اللعبة كلها خطأ. وفي الطريق فيه إذا ما صار فيه أحد يجلس يتكلم مع الجماعة اللي موجودين في لجنة الحكام، لا حد يتوقع أن الرئيس لجنة الحكام بيطلع يقول حكامي سيئين، بيحاول يحمي قد ما يحمي، لكن اللعبة يجب أن تصان حقوقها للجميع للجميع. الحين الرسائل اللي جاتني من أكثر من نادي،
يجب أن تصان حقوق الأندية في موضوع التحكيم. يعني يا جماعة ما حد قادر يفهم كيف في فار وفي قرارات غلط، كيف؟ حنروح للفاصل، بعد الفاصل نشوف مباراة النصر والاتفاق.